في الانترفيو. المره اللي فاتت اتكلمنا عن الريفرسبل، حد فاكر كانوا ايه هم؟ يقول لي كده التقسيم، فدول كده مره حاسه كده ود هيجي منك ان شاء الله. تمام، كان في اكيوميليشن اوف ووتر هيدروبيك وكلاود سوري، وكان في اكيوميليشن ايه كمان؟ يسير. لا انا لسه فاهم. ميوزين ماشي. أو بالمناسبة في واحد كان كاتب تعريف الكلاود سويرنج ريفرسبل سيت انجري كاركترايز باي اكيوميليشن اوف فات. كنا اصلا لسه ما شرحناش الفات يعني اللي هو تحس ان هو مصطبح وجاي معاك كلمتين لقيت فات خد حلو جميل. ايه يا جماعة؟ كمل كمل. اللي هو اسمه الهايلينوز. الهايلينوز كان غيتك عشان كده كنت عايز الناس تذاكره. هو اسامي انت مش مطلوب منك اي حاجه، هتعرف اسم الحاجه ديزيز وحصل فيه. طيب فاكر يا بشوي لما جينا قلنا الرسمه التقليديه اللذيذه دي، قلت لك ان انا عندي السيل اهي دي كده نورمال سيل، هنعمل لها ستيميليشن. في حاجه هيحصل لها ستريس اكوردنج للستريس فاكتور. لو كان مايلد وشورت ديوريشن يبقى كان هيطلع عندك ايه؟ ادابتيشن. هتحاول تظبط نفسها على الوضع اللي هي فيه، وده كان هايبرفليزيا هايبرتروفي الكلام ده كله. ريفرزبل ولا ريفرزبل؟ ريفرزبل يعني ايه؟ يعني لو شلت الاستريس ده، انت دلوقتي واحد عملت عليه ستريس بهرمون باي حاجه، فبدا يحصل تغير في النمبر او السايز او الفانكشن بتاع الخليه. اول ما تشيل الاستريس ده يرجع تاني ايه؟ للنور. طب لو زودت الديوريشن بتاعتك او السيفيريتي شويه كان بيدخل في حاجه اسمها ريفرتبل سيت انجري، او كان ليه اسم تاني اسمه دي جينيريشن. بس برضه نفس الكلام ده، لو شلت الاستريس قلنا هيرجع تاني للنورمال. صحيح هيبقى في ديفكت بس برضه رجعت الخلايا للنور. طب لو الاستريس ده زاد او السيفيريتي بتاعته زادت جدا، في الحاله دي خلاص دخلت في حاجه اسمها irreversible. ومعنى irreversible حتى لو شلت الاستريس الخليه اوريدي ماتت خلاص. طب وعشان تموت الخليه قلنا بنموتها بطريقتين، يا هي اللي قررت انها تتحد ابوبتوزس، يا اما فضلت تقاوم الاستريس لحد ما قدرتش تستحمل في الاخر والاستريس هو اللي موتها. ده اللي بنسميه النكروزس، وده اللي هنشرحه النهارده. يبقى لو انا عايز ادي كده معلومه ايه النكروزس ده؟ ان هو اكيد في خلايا هتموت، صح؟ يبقى الفكره كلها ان النكروزس ده عباره عن ديس اوف جروب اوف سيلز، مجموعه خلايا في ليفنج تيشو، يعني شويه خلايا من اورجن هيموتوا. تمام؟ هو ده التعريف بتاع ايه؟ بتاع النكروزس. يبقى انا لو عايز اعرف ديفينيشن النكروزس هو ديس اوف جروب اوف سيل ويزن ليفنج تيشو، يعني شويه خلايا في الليفر ماتت يبقى ده اسمه نكروزس، شويه خلايا في اللنج في اي حته ماتت ده اللي بيسموه ايه؟ نكروزس. طيب احنا اتكلمنا في اول حصه خالص ان احنا لينا سيستم معين بنمشي بيه في اي درس، اللي هو الديفينيشن وبعدين الايتيولوجي. الايتيولوجي اللي هو الكوزس. طب الكوزس عندي هي نفس الكوزس، صح؟ حد فاكر ايه هي اهم كوزس للسيد انجري؟ الهايبوكسيا. وايه كمان؟ ها؟ واسكيميا. هم دول اكتر اثنين هعتمد عليهم على فكره، الهايبوكسيا والاسكيميا. واحد ما وصلوش اكسجين او الدم، وفي الاخر التوتال ان انا عندي كميه الاكسجين اللي هتوصل الاورجن هتقل، وده اللي هنعرفه بعدين. وبعد كده عندي الميكانيزم. حد فاكر الميكانيزم؟ ايه هي الميكانيزم اللي احنا كنا بنشتغل بيهم في اي سيد انجري؟ كان الميتوكوندريا دامج، صح؟ والاي تي بي ديبليشن وانترا سيلولار كالسيوم و والفري راديكال، وايه كمان؟ برين برميابيليتي ديفكت. انا هنا احتاج، ودي بقى ركز فيها كويس جدا جدا جدا، الانترا سيلولار كالسيوم. طيب ها
هنرجع لنترا سيرا كالسيوم عشان الناس اللي ما كانتش موجوده. احنا قلنا قبل كده ان اكتر تارجت اي انجري عايز يعمله بيضرب مين؟ الميتوكوندريا. طب الميتوكوندريا دي لما تضرب يبقى ايه اللي هيحصل؟ الاي تي بي هيحصل له ايه؟ هيقل. الاي تي بي ده كان مسؤول عن حاجه مهمه جدا، ايه هي؟ انا مش عايز صوديوم بوتاسيوم بامب، انا عايز الكالسيوم شانلز. لما تضرب الكالسيوم شانل دلوقتي ايه اللي هيحصل للكالسيوم؟ هيزيد دخول الكالسيوم. طب سؤال، الكالسيوم ده جاي منين؟ انترا ولا اكسترا سيلولار؟ اكسترا سيلولار، اللي جاي عن طريق الكالسيوم شانل ده اكسترا سيلولار. طب الحاجه الثانيه، احنا قايلين ان الكالسيوم موجود جوه الخلايا فين؟ اكتر اماكن موجود فيها الميتوكوندريا و اندوبلازميك ريتيكولوم. الحاجات دي هتتضرب، هو الانجري قلنا اكتر تارجت بيضربه هو ده، فيبقى عندك برضه هيبدا يحصل تسريب للكالسيوم. فمحصله الكالسيوم في الاخر ايه اللي حصل؟ زادت. زادت منين؟ يا اما اكسترا سيلولار عن طريق الكالسيوم شانل، يا اما انترا سيلولار من الاندوبلازميك ريتيكولوم ومن مين؟ ومن الميتوكوندريا. طب الكالسيوم ده ايه اللي هيحصل؟ اتفقنا قبل كده ان الكالسيوم ده لما يزيد سمينا الكالسيوم ده قبل كده ايه؟ كاتالايزنج فاكتور. هيبدا زيادته تعمل اكتيفيشن لانزايم اوريدي ان اكتف. ورتبناهم قبل كده، ايه هما؟ الاندونيوكليز. طب الاندونيوكليز ده بشويه يعني هيعمل ايه؟ هيجي از يعني بيكسر، بيكسر النيوكليك اسيد اللي موجود فين؟ ولو النيوكليك اسيد بتاع النيوكليس ده اتدمر الخلايا هتحصل لها ايه؟ هتموت. ما انت خلاص ما عادش عندك نيوكليس، يبقى الخلايا هتعيش ازاي؟ يبقى اول حاجه بيعمل ديستركشن للنيوكليس، وايه كمان؟ ولا الفوسفولايبيز دي اخر حاجه. الاي تي بيز والبروتيز. كل دول بيتكسر. يبقى بيكسر لك البروتين والاي تي بي، وقلنا الاي تي بي هيتكسر هيبقى ايه؟ هيقلل الاي تي بي مور اند مور ديكريز، يدخل كالسيوم اكتر، دي اللي بيسموها فيشيس سيركل، دايره مغلقه. وقلنا مين اخر واحد خالص؟ الفوسفولايبيز. فانت كده دلوقتي عرفت يعني ايه نكروز. نكروز يعني لسه ما جمعتهاش. This of group of cell في living tissue، مجموعه خلايا في living tissue هتموت. ايه الاسباب اللي تخلي الخلايا تموت؟ هي نفس اسباب السيل انجري بس الديوريشن والسيفيريتي بتاعتها عاليه قوي. الميكانيزم هو زيادة التمبرا سيلولار كالسيوم، اللي بيذاكر من الكتاب مش هيلاقي كلمة الميكانيزم، وبعد خد زودها. الميكانيزم عندك هو انكريز الانترا سيلولار كالسيوم، أنا حتى كاتب لك إيه؟ انكريز الانترا سيلولار كالسيوم وديسكس، وريح دماغك، تمام؟ يتفضل عندك حاجتين بعد الميكانيزم كنا بنشرح إيه؟ المورفولوجي اللي هو إيه وإيه؟ الجروس بيكتشر وإيه؟ والمايكروسكوب. المرة دي بقى أنا هبدأ بالمايكروسكوب، ليه؟ لأنك لو فهمت المايكروسكوب هتفهم الفلوس. بس مبدئياً هقول لكم حاجة، في منظر لطيف قوي دايماً ربنا يكرمك كده وتتجوز أو تخطب وتاخد خطيبتك وتتمشى على تلعة مويس أو بحر مويس. أحياناً كده بالذات وقت الظهر كده تلاقي منظر لطيف قوي، تلاقي حمار ميت تمام؟ مرمي في قلب الترع ومنفوخ. هو ده المنظر اللي دايما تفتكره. ارفض الطفل بالعاطفه. بمعنى ايه؟ ان انت عندك دلوقتي لازم تسال نفسك سؤال، هو ده الفرق ما بين الانسان العادي والدكتور، لازم يسال نفسه سؤال، ايه اللي نفخ الحمار؟ تمام؟ اكيد الحمار مات فاتنفخ. طب ايه اللي يخلي الحمار يحصل له سوولين؟ ده اللي هنفهمه دلوقتي. هو حمار ميت، تمام؟ دلوقتي الكلام اللي انا هقوله ده لا موجود في الورق ولا موجود في الكتاب، لانه مش شرط ان انا اي حاجه اشرحها عشان افهمها لك اكتبها لك، لان في نسبه 90 او 98% من طلب الطب بيحفظ اي حاجه بتقابله، تمام؟ وفي 2% ما بيحفظش حاجه خالص. احنا قلنا الميكانيزم ايه؟ انكريز الانترا سيلولار كالسيوم ده هيعمل ايه؟ هيعمل اكتيفيشن للانزيم، واول انزيم قلنا اسمه اندونيوكليز. ركز بقى في الكلام ده وفي
فهموا كويس قوي. انا دلوقتي شغلي هيبدا الاول على النيوكليس ولا هنا؟ واضح ان هو هيبدا على النيوكليس. في المايكروسكوب انا دايما عندنا في حاجه اسمها سايتولوجيكال ستادي. كلمه سايتولوجي يعني علم دراسه الخليه، هيدرس ايه في الخليه؟ نيوكليس وسايتوبلازم. دلوقتي احنا قلنا الكلام اللي انا هقوله ده للفيلم. الكالسيوم لما يزيد هيزود اكتيفيشن الانزيم اسمه اندونيوكليز. طب الاول انا عايز افهم النيوكليس دي من جوه ايه اللي موجود فيها؟ كروماتين صح؟ ايه الكروماتين ده؟ دي ان ايه؟ هو انا كده رسمه صح ولا غلط؟ اللون ده صح ولا غلط؟ بيزوفيلك تمام. في ناس كانت كاتبه لي حاجات برضه مبدعه، بيزوفيلك سيتوبلازم الجرانيولز بتاعت البوط تمام. اللون ازرق، الكروماتين بياخد اللون الازرق. طيب الحاجه الثانيه، هو ملزق في بعضه ولا في مسافات ما بينهم؟ لا في مسافات ثلاثه. المسافات دي كده، في مسافات، المسافات دي موجود فيها الفلويد اللي بيتغذى عليه النيوكليس، ده بيسموه نيوكليار فلويد. اللي هيحصل ايه؟ ان ساعتك الانزيم اللي اسمه الاندونيوكليز لما يحصل له اكتيفيشن هيخرم النيوكليار ممبرين، يبقى بدايته بدات تشتغل على مين؟ على النيوكليار ممبرين. طب لما يخرم النيوكليار ممبرين ايه اللي هيحصل؟ انت عندك بالونه ومليانه ميه وشويه كروماتين فيها. خرمتها، أول حاجة هتخرج منها هي إيه؟ المية. طب المية دي إحنا قلنا وظيفتها إيه هنا؟ نيوكليار فلويد، نيوتريشن، يعني مليان إيه من جوه؟ مينرالز وحاجات كتير بيغذي بيها الجسم أو بيغذي بيها الخلية. طب إيه اللي هيحصل عندك دلوقتي؟ المية اللي جوه دي هيحصلها إيه؟ هتطلع بره، صح؟ هنا بقى هتفكر في حاجتين. لما تطلع الميه اللي كانت نفخلك النيوكليس، حجم النيوكليس هيحصل له ايه دلوقتي؟ هيقل، صح؟ لان دلوقتي بقى ايه اللي موجود بس جوه النيوكليس؟ الكروماتين. طب سؤال تاني، لو انت عندك بالونه ونفخها وجيت فضيت الهواء اللي فيها، اللون بتاعها هيحصل له ايه؟ هيغمق، صح؟ وحجمها هيقل. يبقى معنى كده ان النيوكليس بتاعتك هتبقى دارك وهتبقى في سايز ايه؟ سموك. طب تعالى على السيتوبلازم، ايه اللي حصل في السيتوبلازم دلوقتي؟ المايه اللي جوه طلعت وراحت للسيتوبلازم. المايه دي مش مايه كلير، ده مايه فيها مينرالز، والمينرالز دي هتخلق اوزموتيك بريشر، فمعنى كده ان الاوزموتيك بريشر بتاع الخلايا هيحصل له ايه؟ هيزيد. الاوزموتيك بريشر لما يزيد هيعمل ايه في المايه اللي بره الخليه؟ هيسحب، فالخلايا يحصل لها ايه؟ وهو ده سبب نفخ. انتوا يعني اي خليه بيحصل فيها نيكروزس في البدايه بيحصل لها ايه؟ بتتنفخ. طب اتنفخت ازاي؟ العقل يقول ان الخليه اللي بتموت المفروض يحصل لها ايه؟ تقل، تكش. لا، انا قلت لك ان عمليه النيكروز اول ما بتحصل بتحصل على مستوى مين؟ النيوكليس. ليه؟ لان اول انزيم حصل عندك اسمه اندونيوكليز. يبقى تاني الاسباب اللي قعدنا نتكلم فيهم كتير قبل كده، البكتيريا التوكسين والهيبوكسيا والكلام ده كله هيعمل ان يزود الانتراسيلولار كالسيوم، ماشي؟ الكالسيوم لما يزيد ايه اللي هيحصل؟ هيعمل اكتيفيشن للانزيم. اول انزيم عندك اسمه ايه؟ اسمه اندونيوكليز. الاندونيوكليز ده هيبدا يعمل ايه؟ هيخرم لك النيوكليس. هيخرم النيوكليار ميمبرين. هيبدا المايه اللي جوه النيوكليار ميمبرين اللي هي النيوكليار فلويد تخرج من جوه لبره. النيوكليس هيحصل فيها ايه؟ هتبقى سمول في سايز ودارك، والميه اللي خرجت هتخرج في السيتوبلازم، السيتوبلازم ده هتزود الاوزموتيك بريشر هيزيد. مفهوم الكلام ده؟ الصف الاخراني دايما اكتر صف بيتسال، ماشي؟ طيب في الحاله دي يبقى انا دلوقتي ابقى متوقع ان في تغيرات هتحصل فين؟ في النيوكليس، وفي تغيرات هتحصل في السيتوبلازم، ماشي؟ تعالوا، وكل ده نتيجة اكتيفيشن لمين؟ للكالسيوم اللي هيعمل اكتيفيشن للإنزيم. تعالوا بقى نتكلم واحدة واحدة. أنا هتكلم عن نيوكليار تشينجز وعن سيتوبلازميك تشينجز. أول تغير قلناه في النيوكليس هتبقى إيه؟ هتبقى دارك وسمول ولا نورمال ولا لارج؟ طيب يبقى نيوكليس أول حاجة حصلت فيها إنها بقت سمول ودارك. المصطلح ده في الباثولوجي بيسموه بيكنوزس.
فلما تسمع كلمة بيكنوزس يعني small dark nucleus، الحتة اللي جاية دي ده الأسامي دي أكتر حتة بتيجي في الامتحان في المنطقة بتاعت النيكروز كلها. هيجي يقول لك إيه هي النيوكليير تشينجز اللي بتحصل عندي. أول حاجة حاجة اسمها بيكنوزس. يعني إيه بيكنوزس؟ small dark nucleus. يبقى هو مسمى للكلام اللي أنا شرحته قبل كده، النيوكليس حجمها صغير فقط المية وبقت زرقاء غامقة، ده اللي بيسموه البيكنوزس. طيب سؤال، هو الاندونيوكليز هيكتفي بكده؟ لا، هيبدأ بعد كده ايه؟ انتوا دلوقتي عندي النيوكليس لما بقت بيكنوتك، يعني بقت الكروماتين دلوقتي بقى كله ايه؟ كوندنس، يعني كله ملزق على بعض. وليه؟ لان المية اللي بينهم انا خرجتها. الاندونيوكليز مش هيكتفي بكده، بعد ما خلص عن نيوكليير ممبرين هيبدا يعمل ايه دلوقتي؟ هيكسر النيوكليير ماتيريال الدي ان ايه. طب السؤال، هو هنا كسره ولا دوبه؟ انت شايف كده لسه في نيوكليير ماتيريال ولا ده بتختفي؟ لسه موجود. في الحاله دي بيسموا الموضوع ده ايه؟ كيريو. كلمه كيريو، فاكرين كيريو تايبنج؟ كيريو اصلا يعني ايه؟ يعني كروماتين، فيسموها كيريو ريكسس. طب كلمة ريكسس يعني ايه؟ يعني تكسير. فيقول لك فراجمنتيشن اوف الكروماتين، بس في كلمة لو نسيتها بينقص عليها، بيكنوتيك كروماتين. يعني ايه؟ يعني لازم عملية البيكنوزس تسبق الكيريو ريكسس. يبقى أول حاجة أنت خرجت المية اللي هنا، طبقت يعتبر الكروماتين كله على بعضه، سميناه ايه؟ النيوكليس بقت بيكنوتك او بيكنوزس، يعني سمول دارك نيوكليس. يعني ايه الكلام ده؟ الميه اللي جوه خرجت، فالنيوكليير ماتيريال كلها بقت ايه؟ متطبقه على بعض. بعد كده الماتيريال اللي متطبقه على بعض دي بدات تكسرها، سميناه كيريو ريكسس. لو دوبتها يسموها كيريو لايسز. يبقى انا عندي في ثلاث حاجات بيحصلوا في النيوكليس. ان رقم واحد بيكنوزس. يعني ايه بيكنوزس يا دكتور؟ سمول دارك نيوكليس. رقم اتنين، البيكنوتيك نيوكليس دي هيحصل فيها ايه؟ كيريو. ما انا قلت البيكنوزس بعد كده. كيريو ريكسس. كيريو ريكسس يعني ايه؟ فراجمنتيشن بس حصل في البيكنوتيك نيوكليس. بعد كده اخر حاجه هي كيريولايسس. طب سؤال، لما تعمل كيريولايسس يبقى معنى كده ان النيوكليس راحت فين؟ اختفت. تمام؟ وكده كده خلاص ما عادش ينفع خلايا تعيش من غير هو ايه اللي كسر اصلا؟ الاندونيوكليز. ده انزيم بيشتغل على بيكسر برضه. هو منه ثلاث انواع. تايب 1 و2 و3. تايب 3 ده اصلا بيسموه دي ان ايز. ماشي؟ فمش طالبه بقى اقعد اشرح لك التفاصيل زياده. انا ما بحبش ازود على اي حد يعني بالعافيه كده. يبقى انا دلوقتي عندي في ثلاث حاجات في النيوكليير تشينجز، حاجه اسمها بيكنوزس، وحاجه اسمها كيريو ريكسس، وحاجه اسمها كيريو بلس. طب السؤال بقى اللي بعد كده، السيتوبلازميك تشينجز. حد يقدر يقول لي يتوقع اول حاجه في الخليه ايه اللي هيحصل فيها؟ سوولن سيل. طب ليه سوولن سيل؟ يعني ده على فكره دي اهم كلمه هو بيدور عليها. بيسموا الموضوع ده سيتوميجالي. يعني ايه سيتوميجالي؟ تضخم الخلية. يبقى ده اسمه سيتوميجالي. انت مش مطلوب منك تكتب ليه؟ تمام؟ يعني في بعض الابداعات زي المايوسايتس اوسيفيكانس، الاقي ناس كاتبه لي في الفاستس ميدياليس في الهورس رايتر، ما تكتبش الكلام ده، ملوش لازم. في ناس اصلا يعني بتاع الباثولوجي ممكن تلاقيه مش عارف اصلا ايه الفاستس ميدياليس. تمام؟ فمالهاش لازمه تكتب كلام اوفر. سيتوميجالي احنا عارفين ليه سيتوميجالي؟ علشان المياه اللي خرجت من هنا عملت اوزموتيك بريشر ورفعت الضغط فبدا يسكت ميه. طب سؤال، هو انا عندي انزيمز ثانيه غير الاندونيوكليز بيحصل لها اكتيفيشن؟ مين؟ الاي تي بيز. ومين كمان؟ البروتيز. طب سؤال، هو في بروتين في السيتوبلازم؟ ده البروتين اصلا كله يعتبر من ليه؟ في السيتوبلازم. طب سؤال، انا كده عملت ايه في النيوكليس؟ ده وبتاع صح. طب والاماكن بتاعه ترسيب البروتين هتعمل فيها ايه هي كمان؟ هتدوب، فهتبان انها فراغات بيضاء.
مش البروتين اللي هنا ده، فدلوقتي يعتبر بقى فيه فاكيولز، الفاكيولز دي تمثل ايه بالنسبه لك؟ اماكن ترسيب البروتين. ايه اللي حصل فيها؟ دابت ليه؟ بسبب انزيم اسمه البروتينز. يبقى تالت حاجه يقول لك كده، انك لما تيجي تبص على السيتوبلازم هتلاقيه فاكيوليتد. يعني ايه فاكيوليتد؟ مليان فقاقيع. طب الفاكيولز دي جت منين؟ كان في بروتين ودافع. تمام؟ طيب ده بالنسبه لي اللي يهمني. اهم حاجه في السيتوبلازم هي ايه؟ حته السيتوميم. وفي الاخر خالص السيل وول مش فيه فوسفوليبيد، هيحصل له ايه؟ لايتس هيدوب. كده الخلايا بقى فيها حاجه؟ اختفت خالص الخلايا. تمام؟ يبقى نقعد بقى كده ونشوف الجزء اللي فات ده. انا بالنسبه لي اتكلمت في حاجه اسمها نيكروزس. نيكروزس يعني ايه؟ ديفينيشن النيكروزس يعني ايه؟ ديس اوف جروب اوف سيلز. يعني ايه نيكروزس؟ في ليفنج تيشو طبعا. يعني ايه نيكروزس؟ ديس اوف جروب اوف سيلز في ليفنج تيشو. طب ايه اسباب النيكروزس يا دكتور؟ بس سيفير وديوريشن اطول. عبد الرحمن، ايه الميكانيزم بتاع النيكروزس؟ بالظبط. على فكره هو انا لو ما كنتش شرحت الميكانيزم انت ما كنتش هتفهم انا عملت ايه. يعني هي الفكره السطر اللي انا زودته ده زودته عشان تبقى فاهم ان الكالسيوم هو اللي عمل لك كل حاجه. تمام؟ طيب ايه بقى اللي هيحصل عندك؟ تحت الميكروسكوب انت بتشوف ايه؟ السيتولوجي بتاعك هتشوف حاجتين، ايه هما؟ النيوكلير تشينج والسيتوبلازم. طيب النيوكلير بيحصل فيها ايه بقى؟ النيوكلير فيه بيكنوزس. يعني ايه بيكنوزس؟ دارك وسمول نيوكلير. طيب دارك وسمول نيوكلس. بعد البيكنوزس فيه، تعال نسجل الاسئله اللي انا سالتها. فين واحد صوتي؟ ماشي 29 بنات 30 من الثالثه بنات؟ تقريبا من الثالثه. بتاعت الاورجن ايه؟ اول حاجه الاورجن سورين ولا لا؟ تمام. ولونه يبقى ايه؟ طب ليه؟ عشان كذا حاجه. اي اورجن اتفقنا قبل كده بيحصل له انلارجمنت غالبا بيبقى لونه بيل، دي حاجه. الحاجه الثانيه غالبا معظم الاسباب بتلعب في الاسكيميا وهايبوكسي، فمعنى كده ان الدم اللي واصل هناك اخباره ايه؟ بيبقى سوري وبي. ومعظم الحالات ادي جزء اهو. احنا قلنا تعريف ان الكروزس هو ديس اوف جروب اوف سيت فين؟ في ليفنج تيشو. يعني الجزء ده هو اللي ميت. طب واللي حوالين الجزء ده ليفنج ولا لا؟ فيقول لك دايما تلاقي الجزء ده ماهت والجزء اللي حواليه لونه محمر، فيقول لك في حواليه كده ايه؟ دم. هايبريميا دي حاجة مصطلح هنبقى ناخده بعد كده اسمه هايبريميا، يعني في كمية بلد بتبقى أكتر مقارنة بالأورجن. فالكلام ده هنبقى نفهمه بعدين جزئية الهايبريميا. فاللي أنا عايز أوصله إن هو بيبقى سوليد وبيل. حتى دايما كان زمان يقول لك بيبقى عامل زي اللحمة المسلوقة، اللي هو بيل فاتح قوي وبيبقى إلى حد ما فيرم في الأول وبيبقى سوليد. طيب اللي بيذاكر من الكتاب بقى في حته في الميكروسكوب هنرجع لها تاني هنزودها، ودي مهمه لان للاسف يعني دي مضطر ازودها علشان لازم تفهم بيها اللي جاي. حاجه بيسموها اركتكتشرال هيستولوجي او اركتكتشر. احنا لما جينا اتكلمنا في الميكروسكوب اتكلمت عن حاجه اسمها سايتولوجي، والسايتولوجي ده قلنا فيه ايه؟ مرض. قلنا فيه ايه وهي مرض؟ نيوكلير وسيتوبلازم، صح؟ الاركتكتشر ده هو عايز يشوف ايه؟ تعالى انت بنفسك. الاركتكتشر ده انا عايز اعرف الخليه اللي هتموت هتموت ازاي؟ تمام؟ بصوا انا هديكم اكزامبل. البيضة بيبقى المفروض لو ربنا كرم الفرخة ورقدت عليها هتجيب لنا كتكوت، صح؟ في الحالة دي الإيج دي لو جابت كتكوت
هي نبت. لو قليت البيضة أو سرقتها مش هتطلع كتكوت، صح؟ افهم الكلمتين دول على فكرة، هو ده اللي أنا قصدي بيه من موضوع إنك هتموت الخلية، لأن في طريقتين تموت بيهم الخلية. هنتخيل إن الخلية إيه؟ زي البيضة. لو أنت جيت سرقت الخلية دي، تمام؟ وهنعرف إزاي هتسلقها. الكونتنت بتاعتها من جوه كلها هيحصلها إيه؟ هتموت، صح؟ ولكن الشكل بتاعها يبقى إيه؟ زي ما هو متحافظ عليه، يعني شكلها بريزيرفد ولكن من جوه فاضيه. يعني ايه فاضيه؟ يعني كل الكونتنت اللي جوه عندك دي اختفت، تحولت الى حاجه تانية. ده نفس الفكره، ان انت المفروض عندك البيضه بيبقى جوه في اللي هو المفروض هيدي الكتكوت بعد كده. لو انت سرقت البيضه دي حتى لو جيت مين راقد علينا استحاله تطلع لك كتكوت، صح؟ هو ده اللي انا عايز اوصله، ان انت عندك الخليه لو عملت بروتين دي ناتوريشن، والسلق ده هو زي نفس فكره البروتين دي ناتوريشن، لو غيرت في الكونتنت بتاعت الخليه، الخليه ماتت بس فضلت ايه؟ محتفظه بالبريزيرف الاركتكتشر بتاعها. وفي طريقه ثانيه اللي هي تعمل ايه؟ البيضه ممكن تكسرها، فالكونتنت اللي جوه دي هيحصل لها ايه؟ هتطلع والخليه برضو ماتت. فالفكره كلها في الاركتكتشر، وركز في الكلام ده كله، هما حاجتين: الاركتكتشر بتاع الخليه اللي ماتت زي ما هو ولا اختلف. يعني ايه؟ يعني الخليه عندك فضلت محتفظه بشكلها بس ميته، ولا ماتت وكمان شكلها اختلف. ده اللي هو زي لما بتيجي تقلي بيض، تمام؟ الشكل اختلف تماما، ما بقتش بريزيرفد اركتكتشر. فهو بيقول لك الاركتكتشر ده بيعتمد على هي ماتت ازاي. هل ماتت نتيجه ان حصل بروتين دي ناتوريشن؟ افهم الكلام ده كويس جدا جدا. ولا ماتت بسبب ان حصل لايسز للسيلول؟ يعني ايه بقى الكلام ده؟ انا هدي لك اكزامبل. احنا دلوقتي لو لعبنا في البروتين وعملنا دي ناتوريشن بطريقه معينه هشرحها لك دلوقتي، الخليه دي هتموت ولكن هتفضل محتفظه بشكلها. طيب تعالى كده نشوف اكزامبل. احنا قلنا السبب الرئيسي للنكروزس هو ايه؟ زيادة الانتراسيلولار كالسيوم اللي بيعمل اكتيفيشن للانزيمز. الانزيمز دي ايه هي؟ اندونيوكليز وايتيبيز. اللي يهمني اللي جاي ده بقى البروتيز. البروتيز ده واحد اهو، والتاني فوسفولايبيز. اللي هيحصل عندك ايه؟ احنا قلنا مين هو الكونست جزء اوف سيت انجري؟ الهايبوكسيا، صح؟ طب حد يقدر يقول لي لو حصل عندنا هايبوكسيا ايه اللي هيحصل للخليه؟ الخليه هتقلب من ايه لايه؟ من ايروبيك الى انيروب، صح؟ والانيروب ده كان بيطلع لي ايه في الاخر؟ لاكتيك اسيد. حلو قوي. انا عندي الخليه اهي بالمنظر ده، وعندي فيه بروتينز اهي، وعندي الخليه دلوقتي هيحصل فيها مشكله ان اللاكتيك اسيد جوه هيزيد. بص بقى الكلام ده وركز فيه كويس قوي. اللاكتيك اسيد اللي هيزيد هيبدا يترسب فين؟ على الانحراف. اترسب على البروتين اللي موجود في الحرف اللي داخل في تركيب السيلول، تمام؟ طيب في الحاله دي احنا اتكلمنا ان عندك انزيم الاندونيوكليز هيزيد، والايتيبيز البروتيز انزيم هيك، صح؟ هيحصل له اكتيفيشن، هيدوب كل البروتين اللي هنا، صح؟ المشكلة في ايه بقى؟ ان اللاكتيك اسيد اللي موجود عندك لما اتحد مع البروتين اللي موجود في السيل وول عمل تغير في النيتشر بتاعت البروتين دي، بتسميها بروتين دي ناتوريشن. ركز في الكلام ده كويس جدا. عندي اللاكتيك اسيد اهو هيجي يعمل تفاعل مع البروتين اللي موجود في السيل وول. طب اللاكتيك اسيد ده جه ليه؟ نتيجة هايبوكسيا أو اسكيم، صح؟ هايبوكسيا قلبت من ايروبيك لانيروب وطلعت لاكتيك اسيد، اتحد مع البروتين عمل لي إيه في الآخر؟ بروتين دي ناتوريشن. بس أنهي بروتين اللي حصل له دي ناتوريشن؟ اللي موجود فين؟ في السيل وول. فكده يا دكتورة معانا. طيب
السؤال البروتيز انزيم عندك هيجي على كل البروتينات اللي هنا ويدوبها، بس يجي على البروتين اللي موجود في السيلول هيشوفه بروتين؟ لا، لان يعني ايه كلمه دي نيتريشن قلناها قبل كده، قلت لك يعني النيتشر بتاعه البروتين اصبحت مختلفه. في الحاله دي هيتعرف على انه بروتين؟ لا. هيهضمه؟ لا. يبقى معنى كده ان الكونتنت بتاعت الخلايا من جوه كلها حصل لها ايه؟ دابت، بس بقى مين اللي بريزرفد عندك؟ السيلول. ده زي فكره البيضه المسكره. تمام؟ لو انت عندك ده بقى يبقى البروتين دي ناتوريشن ده هيحصل امتى؟ في اي حاله يحصل لها ايه؟ هايبوكسيا. طب تعالى بقى على الحته دي. تمام؟ هو للاسف الكتاب معرفش ليه ما كتبش الجزء ده ورجع كتبه تاني في الانواع. فاللي هيجي يذاكر من الكتاب هيحس في حته ناقصه مش فاهمها. الجزء الثاني لو انا حصل عندي لايسيس من البدايه، يعني هديلك اكزامبل، ادي خليه اهي وتعرضت لبكتيريا التوكسين. التوكسين اول ما جت راحت عامله ايه في الخليه؟ ضربت السيل وول. طب لو انت ضربت السيل وول ايه اللي هيحصل؟ ماتت الخليه خلاص. تمام؟ طب يعني انا مش هستنى اعمل بروتين دينيتوريشن ولايسيس والكلام ده؟ مفيش خالص. يبقى موت الخليه زي ما اتفقنا، افتكر دايما الخليه دي عامله زي البيضه. هتموت ازاي؟ هتسلقها نتيجة انك غيرت البروتين، يعني عملت بروتين دينيتوريشن ولا كسرتها فروم ذا ستارت عن طريق بكتيريا توكسينز وحاجات. تمام؟ طيب يبقى انا دلوقتي المطلوب مني ان انا اشوف ايه في الخلية؟ يعني انا مطلوب مني في الميكروسكوب بتاع النيكروزس اشوف ايه؟ ادرس حاجتين، شكل الخلية، تمام؟ اللي حصل فيها النيكروزس، يعني ايه شكل الخلية؟ السيتولوجي، نيوكليير ويف، سيتوبلازم. والاركتكتشر بتاع الخليه، الخليه اللي ماتت دي فضلت بريزرفت ولا اتكسرت؟ يعني فضلت محتفظه بشكلها، يبقى معنى كده ان حصل لها بروتين ايه؟ انفيوريشن ولا حصل لايسيس؟ طب اللايسيس ده بيحصل ازاي؟ اللايسيس ده يحصل بحاجتين، يا اما بكتيريا هي اللي طلعت توكسين فموتتها، يا اما انتوا عارفين ان اكتر حاجه مشهوره فيها اكسجين في الراديكال تطلع لك اكسجين في الراديكال ايه هي؟ الميتوكوندريا. لو رجعت للاكسجين في الراديكال السورس بتاعها كان يقول لك ميتوكوندريال ريسبيريشن. طب لو انا عندي حصل سيفير ديستراكشن للميتوكوندريا كميه الاكسجين في الراديكال هتطلع تبقى ايه؟ طيب الاكسجين في الراديكال ده هيعمل ايه في السيبول؟ هيدمر السيبول. السؤال بقى اللي انا عايز اوصله، انا كده عملت ديستراكشن في السيبول، عملت لايسيس بس بطريقتين مختلفتين، يعني ايه؟ يعني في حاجه بيسموها هيتيرولايسيس، في حاجه يسموها اوتولايسيس. كلمه هيتيرولايسيس يعني البكتيريا او اي حاجه بره الخليه هي اللي سببت الدستركشن ده. اما كلمه اوتولايسيس يعني مين اللي مطلع الحاجه اللي عملت الدستركشن؟ حاجه في الخليه نفسها. تمام؟ يبقى تاني يا دكاتره انا اتكلمت في حاجه اسمها architectural changes هشوفها. يا اما بروتين دينيتوريشن يا اما ايه؟ لايسيس. يعني ايه بروتين دينيتوريشن؟ حصل عندي حاجه خلت الخليه تقلب من ايروب الى انيروب، طلعت ايه؟ لاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد اللي طلع ده راح على البروتين اللي موجود في السيل وول وعمل فيه ايه؟ دينيتوريشن. في الحاله دي ينفع يحصل له لايسيس بالبروتيز انزيم؟ لا. فكل البروتين اللي موجود في الخليه هيدوب الا البروتين اللي موجود فين؟ في السيل وول. في الحالة دي الخلايا هتبقى بريزيرفد بالاركتكتشر بتاعها ولا لا؟ يبقى ده طريقة معينة. الطريقة الثانية عندي سبب تاني مختلف خالص، ولنفترض واحد عنده بكتيريا التوكسين. التوكسين دي هتنزل في الدم، أول ما هتيجي ناحية الخلايا هتعمل إيه في السيرول بتاعها؟ لايسيس. ده سميناه هيتيرو لايسيس. أو إن أنا عندي فيه خلايا زي بلاش، أنتوا عارفين الماكروفاج دي بتطلع مواد ممكن تكسر خلايا تانية أو تكسر نفسها. فده بيسموه اوتولايسيس. في الحاله دي هل الاستراكشر هو بريزيرفد؟ لا خالص، ده السيل وول اصلا اتدمر. ده كده بالنسبه للجزء اللي انا كنت عايز الناس تفهمه، يعني ايه نيكروزس. طيب دلوقتي لما يجي لي سؤال ويقول لي مايكروسكوبيك بيكتشر، وده اكتر سؤال اكتب عليه سؤال امتحانات متوقع جدا السنه دي يجي، اكتر سؤال بيجي في الحته دي مايكروسكوبيك بيكتشر اوف نيكروزس، مطلوب تكتب ايه؟ علشان البشوات اللي ما بيعرفوش يكتبوا في امتحان،
زي ما بعمل لي كل مره. قلت في الامتحان اللي فات خد بالك اجيب لك سؤال كوزس ولوكالايزد اتروفي، قلت لك لما يقول لك لوكالايزد اتروفي تكتب فيسيولوجيكال وباثولوجيكال، تلتينكم ما حدش جاب ست فيسيولوجي. تمام. المايكروسكوب بيكتشر مطلوب منك تكتب حاجتين، ايه هما؟ سايتولوجيكال تشينجز، وايه تاني؟ واركتكتشرال تشينجز. وعلى فكره بيمالوها في المحاضرات الاركتكتشر دي، في المحاضرات السكاشن بيمالوها للناس. السايتولوجيكال تشينجز اللي عند سعادتك دي ايه هما بقى؟ نيوكليار و سايتوبلازم. طب والاركتكتشر ده يا اما حصل ايه، يا بروتين دي ناتوريشن، يا ايه؟ يا لايسيس. واللايسيس ده فيه منه كم نوع؟ بوتولايسيس او هيترولايسيس. يعني ايه هيترولايسيس؟ حاجه جت موتت الخليه من بره الخليه، يعني السبب مش جاي من جوه الخليه. اما بوتولايسيس ده يعني ايه؟ يعني الخليه هي اللي حصل فيها خلل او حاجه باظت فموتت الخليه. طب البروتين دي ناتوريشن ده بيحصل منين في حالات الهايبوكسيا؟ لانها بتقلب من ايه لايه؟ من ايروبيك لانيروبيك، يطلع لاكتيك اسيد يغير لك البروتين يعمل لك بروتين دي ناتوريشن. طب النيوكليار تشينجز ايه هما؟ اول واحد بيكنوزس، ثاني واحد كيريو ريكسس، ثالث واحد كيريو لايسس. طب والسيتولوجي اهم كلمه بيدور عليها هي سايتوميجالي، وطبعا البروتين باكيوز والكلام ده. تمام. طيب يبقى انا كده اتكلمت عن الميكروسكوب، ادي اجابه سؤال الميكروسكوبيك بيكتشر بيجاوب كده. تمام. تقول له عندي في سايتولوجيكال وعندي في اركتكتشر. السيتولوجيكال النيوكلير هو ده اكتر حته بيدور عليها في الامتحان، ودايما الحته بتاعت البيكنوزس والكريوريكسس والكريولايسس لازم هتلاقيها ديفينيشن في سؤال اعمال سنه، ودايما بيلعب في صح وغلط على ايه؟ يجيب لك كريوريكسس ويقول لك ان هو فراجمنتيشن ولا لايسس للدي ان ايه. فلو فراجمنتيشن صح، لو قال لك ان هو لايسس للدي ان ايه او دي جنريشن للدي ان ايه ده غلط. ماشي؟ في حد مش فاهم الجزء بتاع النكروزس؟ يبقى انت دلوقتي فاهم يعني ايه نكروزس. خليه هتموت. طب الخليه دي وهي بتموت ماتت نتيجه ايه؟ زياده في الانترا سيلولار كالسيوم اللي دخل يا اما اكسترا يا اما انترا سيلولار. الكالسيوم ده لما دخل بوظ لك النيوكليس، وبالتالي ترتب عليه ان ايه؟ السيتوبلازم حصل فيه تغيرات. تتوقع الخليه اللي هيحصل فيها نكروزس هتبقى كبيره ولا اتروفايد؟ سوري ده عشان دي في صح وغلط بتيجي دايما، يقول لك ان النكروتيك سيل از سورين سيل صح ماشي، وهيغير لك البروتين ديناتوريشن او بيعمل لايسيس ده حسب الطريقه اللي هيموت بيها الخلايا. سؤال تاني بيجي كتير في اعمال السنه، يقول لك ايه هي انواع النكروزس؟ انيوميريت ذا تايبس اوف نكروزس. احنا هنقولهم، انت هتلاقيهم اسامي غريبه وهنشرحهم واحد واحد. هي الانواع دي اتبنت بناء على ايه؟ على الميكانيزم اللي هيحصل بيه ايه؟ ديناتوريشن ولا لايسيس. اول نوع اسمه كو اجيولاتيف نكروزس. الكو اجيولاتيف نكروزس ده يعني ايه كلمه كو اجيولاتيف اصلا؟ متجلط صح؟ طب تفتكر الحاجه المتجلطه تلاقيها متقطعه ولا بريزيرفد؟ يعني البيضة تتوقع انها تبقى ايه؟ كواجيتيف هي هو المصطلح او اسم طلع غلط. كلمة كواجيتيف يعني المقصود بيه ان الاركتكتشر بقى فيزيت. طب تاني واحد اسمه ليكوفاكتيف، تتوقع ده اللي هو مين؟ ليكوفاكتيف يعني مية. البيضة لو اتكسرت وحصل لها لايسس هتطلع ايه؟ المية اللي جوه. طب تالت واحد اسمه كيزيوس، وده بقى نكتب عليه سؤال مهم. واهم واحد فيهم او تاني اهم واحد فيهم الفات نكروزس. اكتب على الفات نكروزس سؤال امتحان، وبعد كده هناخد
الجنجرين. الجنجرينوس نيكروزس ده طبعا اهم نوع فيهم كلهم. وده الجنجرين دي بقى لها 4 سنين كل سنه لازم يجيب لك حته في الجنجرين في الامتحان. انا قلت درس بتاع النيكروز ده ما فيش امتحان ما جاش فيه نيكروز. بقى لهم 10 سنين كل سنه لازم يجيب لك حته في النيكروز. يبقى انا دلوقتي الجزء اللي فات خلصت منه، عرفت يعني ايه نيكروز، ديفينيشن نيكروز يعني ايه. ديث اوف جروب اوف سيل. بعد كده قلت الاسباب هي نفس الاسباب بس سيفير. واكثر اسباب عندي الهايبوكسيا والاسكيميا عامه. بعد كده قلت الميكانيزم هو الانتراسيلولار كالسيوم هيزيد عندي، ماشي. وبعد كده اتكلمت ان الانتراسيلولار كالسيوم ده هيعمل اكتيفيشن انزيم اندونيوكليز وخلافه. بعد كده هدرس المورفولوجي مايكروسكوبك وجروس. الجروس ما فيهوش حاجه، سورن سيل وبيل والكلام ده. المهم هو المايكروسكوب. اللي يهمني في المايكروسكوب ايه بقى؟ سيتولوجيكال واركتكتشر. في السيتولوجي اهم حاجه هو لازم هيعلق لك عليها ايه؟ النيوكلير. اللي هم كانوا ايه بقى؟ بيكنوزس كريولايسس. اما السيتوبلازم هم حاجتين مهمين، سيتوميجالي والباكيوزم. طيب احنا اتفقنا ان انا عندي كام طريقه هموت بيهم الخليه، يا اما بالبروتين دينيتوريشن يا اما ايه؟ باللايس. تعالى كده واحده واحده. الكواجريتيف نيكروزس ده طلعوا الاسم عليه ليه؟ اولا خد بالك بقى من الكلام اللي جاي. الكواجريتيف نيكروزس ده ايه هو الديفينيشن؟ وايه هي الاسباب بتاعته؟ انا هقول لك السبب. لو سمحت يا دكتور عمر، انا هيحصل عندي هايبوكسيا. الهايبوكسيا دي هتحصل في الخلية. طيب لما اقول ان يحصل فيها هايبوكسيا تفتكر ايه اللي هيحصل؟ هيقلب من ايروب الى انيروب، صح؟ ولما يقلب من ايروب الى انيروب هيزيد ايه هنا؟ اللاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد هيجي يترسب على البروتين اللي بره، يعمل فيه ايه؟ بروتين ديناتوريشن. هيحصل له لايسس؟ لا. يبقى لو انا عايز اعرف الجزء ده هو ايه؟ type of necrosis characterized by preservation. يعني ايه preservation؟ محتفظ بالسيل وول بالاوت لاين، هي كلها معنى واحد. بس لو وقفت كده في الديفينيشن انت كده عملت غلط. لازم تقول له هيفضل كده فور ايفر يعني؟ لا، فور سيفرال دايز. يعني ايه؟ يعني الكلام ده هيحصل لفتره وبعد كده الخلايا دي هتموت برضه، هتتحل. وافهمكم دلوقتي. طيب ايه السبب؟ ايه اللي حصل عندك؟ ان انا عندي فيها هايبوكسيا او اسكيميا حصلت، قلبت لك الايروب الى انيروب، طلعت لك تكسر. السؤال بقى ليه بقى انا قلت لازم تكتب حته سيفرال دايز؟ ارجع كده وافتكر معايا، الكالسيوم لما كان بيزيد كان بيعمل اكتيفيشن لمين؟ اندونيوكليز، وبعدين اي تي بيز، وبعدين بروتييز، واخر واحد الفوسفوليبيد. ده بقى مالوش دعوه، الفوسفوليبيد ده بيطلع بعد حوالي اسبوع، والفوسفوليبيد اللي موجود في السيل وول كده كده هيحصل له ايه؟ هيدوب في السيل وول، هيحصل له ايه؟ هيدوب. فهمتها؟ انا قايل لك من زمان ان الفوسفوليبيد ده اخر انزيم بيطلع عندي، لان الفوسفوليبيد بيطلع يحلل الفوسفوليبيد الموجود في السيل وول بس بعد several days. تمام؟ يبقى تاني الكواجريتيف نيكروز ده عباره عن ايه؟ نوع من انواع النيكروزس. بس امتى؟ بيحصل في حاله معينه. لو كان السبب هو ايه؟ طب اشمعنى؟ لان الهايبوكسيا قلبت ايه الى ايه؟ قلبت الايروب الى انيروب، فالناتج اللي خرج عندي لاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد ده راح عامل ايه دلوقتي عندي؟ اترسب على الوول. عمل ايه في الوول؟ قلب البروتين من نورمال بروتين الى ديناتيوريتد بروتين. ماشي، هيحصل له لايسس بالبروتيز انزايم. امال هيدوب بس امتى؟ بالفوسفولايبيز، وده بعد سيفرال ديبس. طب على فكره بالمناسبه لما تيجي تبص على الخليه دي تحت الميكروسكوب قبل ما يحصل اللايسس هتشوف ايه فيه؟ من جوه فيه ايه؟ في نيوكلس؟ مفيش. في اي اورجانيلز جوه؟ فيقولوا اسم لطيف كده بيسموها الجوست سيل، شبح خليه. في طالب السنه اللي قبل اللي فاتت دفعه فراغ كان مسميه غوست سيل. تمام؟ نطق الصح غوست، ترجمه لحس الدماغ.
نص سل يبقى خلايا الشبح. طب ليه سميتها كده؟ ان كل اللي عندك هو ايه بس؟ سل. تمام؟ يبقى ده اول نوع عندي اسمه كواجوليتيف نيكروز. طب النقطة بقى اللي بيحاسبك عليها ودايما بيجي لها سؤال في الام سي كيو، اي اورجن يحصل فيه هايبوكسيا هيحصل فيه المنظر ده؟ ما عدا اورجن واحد اللي هو السي ان اس. طب حد يقول لي بقى ليه السي ان اس بالذات ما ينفعش يحصل فيه بروتوليتيك انزايم؟ الكلام ده كله ما ينفعش يحصل فيه. مفيش انيروبيك بيحصل في السي ان اس. ليه؟ انت علشان في اي خليه تعمل عليها ستريس، تمام؟ الخلايا دي قللت الاكسجين بتاعها فهتبدا تضطر تدي اوردر، لو سمحت انا ما عنديش اكسجين اقلب من انوب الى انيروب. الموست سنسيتيف اورجان للهايبوكسي هو مين؟ السي ان اس. ما بيعملش الكلام ده. اول ما الاكسجين يقل يحصل له ايه؟ الخلايا تموت. في الحاله دي هتقلب الى انوب، فبالتالي مفيش كواجريتيف نيكروز هيحصل. ودي دايما اشهر جمله ام سي كيو، يقول لك اول اورجانز كاركترايز باي كواجريتيف نيكروزس اكسبت، يقعد يحط لك في 20 اورجان، اول ما تلاقي سي ان اس اعرف ان هو ايه؟ هو ده اللي مقصود. ماشي؟ طب السؤال الثاني، ليه السي ان اس ما ينفعش يحصل فيه الكواجريتيف نيكروزس؟ لان ما فيهوش انيروب، ما بيقلبش بانيروب، لانه موست سنسيتيف تو الهايبوكسيا. مفيش لاكتيك اسيد البروتين مش هيحصل له دينيتوريشن. لا لو مفيش لاكتيك اسيد هيحصل لايسن. لو مفيش لاكتيك هيحصل. ايه اللي بيعمل لايسن؟ بروتيز انزيم. شفت عندك في انزيم اسمه بروتيز؟ مشكلة البروتيز انه دوت كل البروتين، بس جه على البروتين اللي موجود في السيل وول لقاه غريب عنه ما دوروش. نعم. الجوست سيل يعني ايه جوست؟ شبح. يعني ايه شبح؟ عفريت شكرا. يعني المفروض السيل دي عباره عن ايه؟ سيل وول وكونتنت من جوه، صح؟ انا اللي باقي عندي هو ايه؟ السيل وول بس، والكونتنت اللي جوه دي اختفت، اتحللت. طب النوع الثاني اسمه ايه يا دكاتره؟ ليكويفاكتيف. الليكويفاكتيف ده يعني ايه؟ يعني الخلايا حصل لها ايه؟ اتكسرت دابت وطلع منها ايه؟ الميه اللي فيها. يبقى حصل لها بروتين دينيتوريشن؟ لا طبعا. وما حصل لها ايه؟ لايسس. طب سؤال تاني، اللايسس ده يعني ايه؟ يا اما هي ايه؟ يا اوتو لايسس يا هيديرو لايسس. طب سؤال، تعالى كده وركز معايا. اوتو لايسس ده اشهر اكزامبل دي عارفين مين؟ الهايبوكس بتاعت السي ان اس. تعالى واحدة واحدة. دلوقتي احنا قلنا ان الكالسيوم بيزيد، صح؟ هيعمل اكتيفيشن اندونيوكليز والكلام ده كله. هل السي ان اس هيحصل فيه انيروب؟ لا. ففي الحالة دي البروتيز انزيم اللي جاي منين؟ من جوه الخلية ولا من بره الخلية؟ من جوه الخلية. هيعمل ايه؟ هيدوب كله بما فيه مين؟ يبقى ده اوتولايسيس ولا هيترولايسيس؟ ده اكزامبل للاوتولايسيس. الهيدرولايسيس ده بقى ركز فيه قوي. هو في جميع الحالات النكروزس الخلايا اللي ماتت ماتت واتحطت بميه، طب الميه دي جايه منين؟ 90% من كومبوننت الخلايا عباره عن ايه؟ ميه. فالخلايا اللي بتموت بتطلع الميه اللي جوه. عارفين البص؟ الصديق. الصديق ده عباره عن ايه؟ يعني ما هو تعريفك مفهومك عن الصديد يعني؟ يعني ايه صديد؟ خلايا ماتت وطلعت المايه اللي جواها وبقى لونها اصفر. بس هو ده خلاص الصديد. في ناس بتبقى متخيله ان البص ده حاجه منتج بتفرزه البكتيريا مثلا. لا. البص ده عباره عن ايه؟ لو انت تخيلت كده مؤقتا لحد ما نبقى ناخده في شابتر الانفلاميشن. ادي مجموعة خلايا هي دكاترة. وجت بكتيريا هنا. البكتيريا دي هتطلع ايه؟ توكسين.
التوكسين دي هتروح على الخلايا دي هتعمل فيها ايه؟ لايسس صح؟ طب لما تطلع منها او تكسرها هيطلع ايه من جواها؟ ماي. التوكسين دي هتروح لمين؟ للخلايا دي هتعمل فيها ايه؟ لايسس. بقى عندك دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ الخلايا بتموت وبيطلع مكانها ايه؟ ميه. البكتيريا مع شويه خلايا بتدي اللون بتاع البص بس. بخلاف كده البص ده عباره عن ايه؟ خلايا ميته فقط لا غير. تمام؟ يبقى معنى كده يا دكاتره ان انا لما الاقي فيه بص يبقى معنى كده ان اللي حصل ايه للخلايا؟ لايسس. اللايسس ده حصل ازاي؟ هيتيرو لايسس. يبقى يقول لك كده في حالات الابسس. يعني ايه ابسس؟ خراج. الخراج ده بيبقى مليان ايه من جوه؟ بص. فالابسس ده مليان بص، عباره عن ايه البص ده؟ خلايا حصل لها ايه؟ ليكويفاكتيف نيكروزس. يعني ايه ليكويفاكتيف؟ ماتت وطلعت ليكويفاكتيف، يعني ايه؟ طلعت ميه منك. تمام؟ يبقى انا دلوقتي يا دكاتره اتكلمت في حاجه اسمها ايه؟ تايبس اوف نيكروزس. يعني ايه هي انواع النيكروزس؟ قول لي كده يا دكتور. كواجريتيف وليكوفاكتيف دول اللي اتكلمت فيهم. يعني ايه كواجريتيف؟ لا تعريف، تعريف انا عايز تعريف. نوع من انواع النيكروزس بس في كاركتر مهم قوي. ايه هو؟ بريزيرفد اوت تايم بس فور سيفرال دايز، لانه بعد كده هيختفي الاوت تايم. طيب قول لي كده يا دكتور ايه السبب اللي يخلي الخليه تموت بس تفضل محتفظه بشكلها من بره؟ ده هيحصل نتيجة ايه؟ ايه السبب؟ الانيروبيك نتيجة الهايبوكسي. تمام؟ يبقى الهايبوكسي هديك في أي أورجان ما عدا مين؟ سي ان اس. أوعى تغلط وتنسى تكتب، بص في أي حتة يقول لك إيه سبب الكواجريتيف؟ قول له هايبوكسي اكسبت سي ان اس. الزق كلمة السي ان اس دي معاها على طول. ماشي؟ طيب أما الليكوفاكتيف بقى يعني إيه يا دكتورة؟ دكتورة قلنا في النص. أيوه يعني إيه ليكوفاكتيف؟ يعني معنى كده ما حصلش بروتين دينيتوريشن، ده حصل لايسس للسيل وول. طب اللايسس ده اديني اكزامبل ليه؟ يا اما اوتو لايسس. الاوتو لايسس قلنا زي اكزامبل في حالات السي ان اس هايبوكسي. حتى تلاقي في الكتاب كده كمان يقول لك من ضمن الحاجات اللي بتخلي كميه الميه كتير قوي في السي ان اس الليبيد والووتر كونتنت عاليه قوي في السي ان اس، فده كله لما يدوب يعمل لك ميه كتير. تمام؟ طيب دي حاجه ده اوتولايز. طب اديني اكزامبل الهيترولايزز. يعني ايه هيترو؟ بالظبط بكتيريا توكسن طلعت توكسن موتت الخليه. طب الاكزامبل عندي في حالات الابسس البص اللي عندك ده عباره عن ايه؟ خلايا ميت. ماشي؟ اخر واحد بقى عشان نختم بيه التي بي. او بص سيبوا التي في دلوقتي وهاتوا الفات نيكروزس. الفات نيكروزس ده سؤال امتحان يا دكاترة. يعني ايه فات نيكروزس؟ يعني تتوقع كده ايه كلمة فات نيكروزس؟ يعني نيكروزس حصل في انهي خلايا؟ الفات سيل. طب سؤال ترى الفات ده موجود فين؟ ترى هنا في الاديبوس تيشو. شكرا. اللي هو فين بقى؟ اشهر مكان في البرتونيل صح؟ طيب وايه برضه من ضمن الاورجنز الفاتي اللي هنتكلم عنه النهارده؟ البريست. الفاتي اورجن طبيعته في فات. طيب لو انا عايز اكسر خليه او اموت خليه فيها فات هموتها ازاي؟ او ادوبها ازاي؟ يا اما بانزيمز صح؟ يبقى الفات نيكروزس خليه الفات دي اللي هي الموجوده في الاديبوس تيشو عشان تموتها محتاج حاجتين. يا اما تستخدم اشهر انزيم يدوب الفات هو ايه؟ اللايبيز انزيم. في الحاله دي الطريقه اللي انت موت بيها الفات سيل اسمها ايه؟ انزيماتيك. يبقى انزيماتيك فات نيكروزس ده المقصود بيه يعني ايه؟ يعني عملت الفات نيكروزس عن طريق ايه؟ انزيمز. طب مين اشهر انزيم يدوب الفات؟ مين اشهر اورجن يطلع لك لايبيز انزيم؟
مين الأورجان اللازم مهم لهضم الفات؟ الليفر. البنكرياس. البنكرياس اهو ارسم الرسمة دي. ده انتوا ضايعين ضياع. البنكرياس المفروض ده الديودينوم ودي بيسموها البايل داكت. البايل داكت دي بتفتح مع مين؟ مع البنكرياس الضغط. ويفتحوا فين؟ حته دي اسمها ايه؟ سفنكتر اوف الهود. وده الانبوبه الضغط. المفروض بقى خد بالك علشان ده مرض يعني مهم قوي ومأساوي جدا. انا اللايبيز انزيم عندي بيطلع منين؟ من البنكرياس. وبينزل في البنكرياس الضغط وينزل من اهو فانهي بارت من الديودينوم ده؟ عشان كده الفات يحصل له امتى؟ الدايجيشن بتاع الفات يحصل له فين؟ في السكند بارت، من اول السكند بارت. وعشان كده الفات ما بيحصلوش ابزوربشن خالص غير بعد ايه؟ بعد ما يعدي في الديودينوم سمول انتستين ويوصل في الهيليوم. طيب السؤال بقى، لو انا عندي مشكله قفلت لي الدكت دي او حصل التهاب في البنكرياس، المهم كميه اللايبيز اللي هتبقى ماشيه هنا اخبارها ايه؟ هو بقى كتير. هو التهاب البنكرياس ده ليه اسم كده اسمه اكيوت بنكرياتايتس. لحد هنا الاسم حلو، صحيح ما فيهوش مشكله، بس هو دايما معروف كده باسم اكيوت هيموراجيك بنكرياتايتس. يعني ايه هيموراجيك؟ يعني في دم. ده على فكره بالعربي ده اسم غبي جدا، اسمه انفجار البنكرياس. انفجار هو، لان البنكرياس هتشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل فيه. كان اشهر واحد هنا كان شاه ايران. شاه ايران ده ربنا كرمه ما عرفش، ما كانش يلاقي مكان يلمه، فجه عندنا مصر. فالراجل ده جه عمل عمليه في مصر، الدكتور المصري حط التانش بتاعه. هو كان بيعمل عمليه اصلا ناحيه الاستومك او حاجه زي كده، فالدكتور غالبا خبط له البنكرياس. خبط البنكرياس حصل فيه التهاب، الراجل مات تاني يوم. تمام؟ طب في مصر طول عمره متخبط. اللي هو البنكرياس اتخبط تاني يوم مات. ليه بقى؟ الراجل ده دلوقتي حصل عنده التهاب في البنكرياس. فأكتر انزيم بدأ يطلع بكميات كبيرة هو اللايبيز. اللايبيز هيعمل ايه؟ هيهدم كل الفات اللي عند سعادتك كده. يعني من الآخر عمل ايه في الخلايا بتاعت البنكرياس؟ دمرها. ومش كده وبس، ده هيطلع اللايبيز ده اقرب اورجن للبنكرياس ايه هو؟ اللي محوط كل الجي اي تي، البريتونيوم. صح. البريتونيوم ده لونه ايه؟ طب ليه لونه اصفر؟ قلنا قبل كده عشان مليان فات. فيجي على الفات اللي موجود في البريتونيوم ويعمل فيه ايه؟ ويدوبه. طب لما تدوب الفات، اتفقنا قبل كده الفات لما يدوب يتحول الى حاجتين، يوم ترايجلسرايد وايه؟ الفري فاتي اسيد. دي مشكلتها بقى انها هاي افينيتي للكالسيوم، بتحب الكالسيوم قوي. ولما يجي كده ربنا يكرمك، قلت لك تربط الطب باي حاجه، الصابون اللي ساعدتك بتاكله ولا بتغمد بيه ايدك، ده الصابون ده عباره عن ايه؟ دايما كده لو انت دقق كده يقول لك صابون بين قوسين خالي من دهن الخنزير. اربط الطب باي حاجه، اشمعنى ايه اللي دخل دهن الخنزير هنا؟ الصابون علشان يتعمل دايما بيستخدم فيه ايه؟ دهون، وبيعمل لها كومباينيشن مع كالسيوم فيدي الشك اللي هو المتماسك ده.
فالفكرة كلها ان الكالسيوم سوري الفات اللي اتكسر عندك نتيجة الاكسبوجر للايبيز الفري فاتي اسيد دي هتتحد مع الكالسيوم بتديني حاجة اسمها صابونيفيكيشن. خدتوا الكلام ده في البايو كيمستري اعتقد؟ مش خدتوا حاجة اسمها التصابون؟ في الكيمياء ها؟ لا كيمياء في خدتوا كيمياء في ثانوية عامة؟ كان في حاجة اسمها التصابون؟ مش كان في زيوت مدرجة باين؟ زيوت مهم ما علينا. هو ده المقصود بكلمة صابونيفيكيشن. اكتب جنب الصابونيفيكيشن ديفينيشن. بصوا يا دكاترة الديفينيشن في الحتة دي عشان تبقى فاهم هتكتب ايه؟ يعني ايه صابونيفيكيشن؟ جالك سؤال او في ناس بيسموه كالسيوم سوبس هتكتب فيه ايه؟ دكتورة قولي لي كده صابونيفيكيشن يعني ايه؟ اخر صف خالص اللي جوه خالص. ايوه هنا بس حلو قوي. هو فعلا هو كومباينيشن عشان تبقى عارف السؤال بيتكتب ازاي. كومباينيشن اوف فري فاتي اسيد والكالسيوم بس مين اللي بيحصل في انهي نوع؟ في انهي تايب؟ الفات ليكوز. تمام؟ طب في مشكله الصابون اللي سعادتك بتمسكه في ايدك ده ايه لازمه انه يحط لك كالسيوم عليه؟ عشان يخلي الكونسستنس بتاعته ايه؟ احنا قلنا الكالسيوم في اي حاجه بيخليها اه. طب انا هسالك سؤال دلوقتي الكالسيوم ادي الفات داب صح؟ وطلع فري فاتي اسيد اتحدت مع الكالسيوم. لما اتحدت مع الكالسيوم عملت لك ماسس كده كراكيع كده لونها ايه؟ كالسيوم لونه ايه؟ العظم لونه ايه؟ ابيض. فالكالسيوم لما تشوفه بعينك مش تحت الميكروسكوب تشوفه بعينك تلاقيه كده يقول لك عليه تشوكي. تشوك يعني ايه؟ زي التماشير. يقول لك عليه تشوكي وايت. طب ولو مسكت الماس دي الكونسستنسي بتاعتها تبقى ايه؟ هارد. يبقى هارد ماسس تشوكي وايت. يبقى تاني يا دكاتره الفات نكروزس ده عباره عن ايه؟ خليه فات هتدوب. هتدوب ازاي؟ اول نوع اللي عندنا اسمه انزيماتيك فات نكروزس. طب الانزيماتيك فات نكروزس ده عباره عن ايه؟ عباره عن واحد عنده التهاب في البنكرياس اسمه اكيوت هيموراجيك بنكرياتايتس. ايه المشكله لما البنكرياس التهاب؟ ان كميه اللايبيز انزيم هيحصل لها ايه؟ هتزيد. اللايبيز انزيم لما يزيد يعمل ايه في الفات اللي موجود في البريتونيوم؟ يدوب الفات. لما يدوب الفات يطلع منه ايه؟ ترايجلسرايد وفري فاتي اسيد. الفري فاتي اسيد مشكلته انه اي كالسيوم جنبه هيعمل فيه هيتحد معاه يعمل لك ماس. الماس دي لونها ايه؟ ابيض والكونسستنسي بتاعتها ارض. طب سؤال ماس وهارد اول حاجه دايما دماغنا بتروح ليها هي ايه؟ كانسر. اي هارد ماس دايما وانت بتعمل بالبيشن لقيت واحد عنده ماس هارد لازم تاخد منها عينه. ليه؟ لان اكبر احتمال دايما عندنا بيبقى ايه؟ بيبقى كانسر. في الحاله دي لازم تشوف الهارد ماس دي تحت الميكروسكوب. طيب تحت الميكروسكوب ادي النورمال فات سيل حصل لها ايه دلوقتي يا دكاتره؟ ايه اللي حصل ده دلوقتي عندي؟ السيل وول بتاعها حصل له ايه؟ ديجنريشن. يقول لك كده ريمننت اوف سيل وول. طيب وايه كمان عندك؟ في حتت كده هتلاقي فيها نقط زرقاء بيزوفيليك جرانيولز. الكالسيوم تحت الميكروسكوب مش بعينك لونه ايه؟ بيزوفيليك. يبقى ايه النقط الزرقاء اللي انت شفتها عندك دي؟ دي النقط بتاعت الكالسيوم اللي عندك. طيب والجهاز المناعي هيقف ساكت كده شايف الدنيا بتحصل والضرب ده شغال اكيد هتلاقي فيه شويه انفلاماتوري سيلز هتلاقيهم عندك هنا. يبقى ايه اللي انا شفته؟ لقيت فيه ريمننت اوف فات سيل، لقيت فيه بيزوفيليك سيتوبلازم بيزوفيليك جرانيولز عندي، ولقيت فيه انفلاماتوري سيلز. هو ده المنظر اللي انت هتشوفه تحت الميكروسكوب. لقيت بقى خلايا سرطانيه والكلام ده كله يبقى انت شاكك ان ده سرطان وطلع سرطان. يبقى تاني يا دكاتره الفات نكروزس انا دلوقتي بتكلم فيه عندي منه نوعين، النوع اللي احنا هناخده النهارده وهنكتفي بيه الانزيماتيك فات نكروزس. ايه الانزيماتيك فات نكروزس ده؟ من العقل ودايما اتمنى يعني انك تشغل مخك.
كلمه انزيماتيك فاتي كروس يبقى اكيد ايه انزيم. وطالما انزيم مين الاورجان اللي بيطلع الانزيم؟ يبقى اكيد المرض فين. طب لما اجي اجيب لك مرض تاني اي حاجه تانية واجي احطها لك وتعمل صح يبقى انت في مشكله هنا. تمام، كلمه انزيماتيك فاتي كروس يبقى المشكله في البنكرياس اللي بيطلع لايبيز انزيم، حصل فيه التهاب اسمه اكيوت هيموراجيك بنكرياتايتس، طلع لايبيز بكميه كبيره. اللايبيز ده راح لمين؟ للفات اللي موجود فين؟ في البروتونيوم. دوب الفات طلع منه فري فاتي اسيد وترايجليسرايد. فري فاتي اسيد اتحد مع الكالسيوم عمل سابونيفيكيشن. يعني ايه سابونيفيكيشن؟ كومباينيشن ما بين فات وكالسيوم. مشكله الكالسيوم انه هيخلي الحاجه دي لونها شوكي وايت وهارد. في الحاله دي هتاخد منها عينه تشوفها تحت الميكروسكوب ليه؟ عشان اكسكلود تستبعد انها تبقى كانسر. هتلاقي فيها ايه؟ هتلاقي فيها في ريمنانت اوف فات سيل والنقط الزرقاء دي اللي هي البيزوفيريك جرانيول دي بتاعت الكالسيوم. الحصه الجايه هنكمل بقيه الفات نيكروزس اللي هو في البريست ازاي يحصل، وهنكمل بقيه الانواع والجنجرين. الجنجرين دي مهمه جدا ولو ما